السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناة بتكوين العرب. اليوم معنا موقع جديد لربح عملتين رقميات، هني الزيك والبيفيكس. طبعا الموقع بيدفع على المحافظ النظامية اصدقائي، مثل كيونومي، مثل اكسيدوس، مثل يعني اي مثل اتوميك كولد، هي يعتبروا محافظ نظامية، او حتى منصة تداول بيدفع عليها كمان بشكل مباشر بدون اي اشكال. طبعا هو الموقع بيعطيك محاولة وحدة كل 20 ساعة، وكل اسبوع طبعا بصير بيزيد لك هاي الفرصة. تمام اصدقائي، انا هذا السحب كان طلبته امبارح، وصلني بعد حوالي ساعة بعد ما كمل ترانزكشن بشكل كامل على محفظتي الكيونومي. طبعا الثاني بالعملة الثانية اللي هي بيفيكس حطني بروسيسنج، حطني على الدور، لكن يعني رح يوصلوا بالنهاية. يعني هو بشكل عام ما يدفع بالزيك فورا، بعد شي ساعة بيكونوا واصلين بعملة الزيكاش او زيك. والبيفيكس يعني ما تاخذ شوية وقت، ايام 24 ساعة ايام اكثر لحتى توصل، ليكون يعني مجدي رصيدهم بالموقع. يعني اصدقائي ما بيروح علينا شيء، كله بيوصل باذن الله. طيب الموقع اول شيء جدا سهل تسجيل فيه، جدا سهل، كل ما عليك تضغط على لينك التسجيل راح تلاقيه بصندوق الوصف. طبعا هو لينك مباشر، انا ما بستخدم اي روابط معتصره. بتفتح معك هاي الصفحه، بتروح على كلمه ريجستر، بتضغط عليها وتعبي هاي البيانات، بتحط هون اسم مستخدم، بتحط هون الايميل، بيقول لك اونلي جيميل اكاونت اصدقائي، يعني لازم يكون الايميل انت سجلت فيه جيميل، لا تستخدم هوت ميل، لا تستخدم ام اس ان، لا تستخدم جي ام اكس، لا تستخدم ياهو، استخدم جيميل حصرا. تمام اصدقائي، بحط باسورد، تعيد الباسورد، توافق على الشروط، بتروح على كلمه ريجستر، بتضغط عليها، بيكون صار عندك حساب. طبعا فيك تتجاوز هاي القصص عن طريق الفيسبوك وتويتر واللينكدين، لكن انا بفضل انه اخي الكريم يكون عندك لكل موقع حساب خاص فيه، يعني بيكون اسهل العمل عندك هيك. طبعا الموقع رح يبعث لك رساله على بريدك الالكتروني، ممكن تلاقيها بالبريد العشوائي، كل ما عليك انك تضغط عليها على اللينك الموجود فيها، وبتفعل على حسابك وبصير جاهز للربح من الانترنت او من هذا الموقع بالتحديد. تمام اصدقائي، بعدين بتسجل دخول على الموقع بشكل طبيعي، بتفتح معك هاي الواجهه، بتروح على كلمه ماي ريوردز مشان تضيف الوالت او المحافظ الخاصه فيك بهاي العملتين اللي هي زيك والبيفيكس. منين بتجيبون؟ اذا عندك اوكسيدوس بتجيبون من يعني من محفظه الاكسيدوس، او حايله منصه تداول، او اذا ما عندك اي شيء راح احط لك انا الكيونومي اصدقائي، ممكن تحملها من صندوق الوصف. والاتوميك وولت طبعا هدول محفظات جدا جيده، وانا بستخدمهم بشكل كويس. يعني انا بفضل الكيونومي، بجمع فيها من فتره زمنيه طويله ومعي مبلغ فيه يعني لا باس، يعني تقريبا اصدقائي مبلغ جيد بمحفظه الكيونومي، فانا مامن فيها على اكثر من $100 يمكن، فينا نقول تقريبا بالحكي. طيب بتروح بتضيف الكوين الخاصه فيك من كلمه اد كوين. تمام اصدقائي، اذا ما عندك المحفظه الخاصه بالزيكاش بتضغط تكتب هون زيك زد اي سي، بتضغط عليها هيك، وبتروح على كلمه اد، تكون انضافت عندك المحفظه. بعدها بتروح على كلمه ريسيف هون، وبتجيب رابط محفظتك الزيكاش، بترجع للموقع وبتحطه بخانة الزيك، شايفين اصدقائي بتحطه بهاي الخانة. بعدين بتروح على كلمة سيف تشينجز، بيكون حفظ عندك رابط المحفظة الخاص فيك، وبتعمل نفس العملية مع عملة البيفيكس. طبعا ما مستاهل شرح اكثر هيك، جدا سهلة القصة. تمام اصدقائي، بعدين الموقع بيقول لك انا طيب كيف انا بدي اعمل الكليم. بكل بساطة تروح على كلمة فايب فلير، هاي بتضغط عليها هيك، وبتختار مثلا اول وحدة زيك، بضغط عليها هيك، شايفين اصدقائي بحل الكباتشا، كاتب لي فيكل يعني سيارات، كباتشا سهلة. وبعدين كلمة كليم، وبقول له كونتينيو وذاوت بونوز، يعني اذا انت منزل بريف براوزر بيعطيك بونوز زيادة، يعني لو كفي بدون بونوز ما في داعي تنزل بريف براوزر. قال الموقع راح يبعث لك 403 ساتوشي على محفظتك طبعا، وفيني عيد العمليه بعد 20 ساعه. طبعا هلا بس يوصلوا اصدقائي كمان، نحن بنحط لكم الاثبات. والبيفيكس بعمل فيها نفس العمليه، لكن البيفيكس راح يحطني فتره طويله ليوصل السحب، ما بعرف ليش. بروح على كلمه كليم كونتينيوز اوت بونوز، كمان نفس الشيء اصدقائي، قال لي راح ابعث لك هاي الكميه 73000 ساتوشي من عمله البيفيكس. طبعا الزيك عمله غالي، يعني حوالي $80 قيمتها، فهي الافضل وهي الاحسن والمستقبل طبعا لزيك بشكل عام. البيفيكس هي تعتبر عملي ثانوية. تمام اصدقائي، طيب انا بس هون بوقف القصة. لا، في عندي كمان اذا بعمل الشغلة خمس ايام والسادس بيعطيني فرصة اني يكون افضل وجمع يعني نسبة اكبر من الربح، يعني شبيه بالموقع كان يدفع بعملة الزين، ولسه ما استمر يعني بيدفع عملة الزين اذا بتذكروه
جميعا. طيب كمان وقفت القصه عند هيك، لا كمان في عندي اس ريفيرال، رو رابط الاحالي بروح على كلمه ماي ريفيرال، بجيب رابط الاحالي الخاصه فيه، بوزعه لاصدقائي بيستفادوا هني وانا كمان بستفاد، وانت بتعمل اخي الكريم نفس الشيء يعني مشان تستفاد انت بشكل جيد. طيب لسه انا ما وصل السحب الثاني اللي هو 400 ساتوشي على محفظتي الكيونومي. طبعا انا فيني اشوف السحوبات هون كمان من هيستوري، شايفين اصدقائي من هيستوري فيني اشوف هون، ها هاي الزيك بلش يطلع من الموقع. مثل ما قلنا دائما البيفكس ما يضل فتره لعدين لحتى يجي عنده الرصيد بالموقع راح يبعث لي، مثل ما شفنا اصدقائي هاي الزيك هلا بعد شوي يعني راح يوصل شويه لخ على المحفظه، بس يوصل على المحفظه انا راح تابع معكم الفيديو. تمام اصدقائي وصلوا ال 403 ساتوشي من عملة الزيك، كتب لي من مينت اجو يعني وكونفيرم تم التاكيد، وصل بشكل سريع مثل ما قلنا ما توصل بشكل فوري. اما البيفكس ما يضل بالبروسيسنج او المعالجه، بس يجي دوره اصدقائي او يصير الموقع عنده رصيد نهاية العملي رح يبعث لنا يا هون. مثل ما قلنا على الاقل نحن بنستفاد بعملي واحدة، لكن هدول ما رح يروحوا الموقع جدا كويس ورح يجي دورهم رح يبعث لنا يا هون، بس يصير عنده امكانيات من هذه القصه. وبالتالي اصدقائي اتمنى لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير وتكتب كومنت، حط لي في رايك بالتعليقات لانه رايك مهم جدا بالنسبه لي. وتشاهد مدونة موجوده بصندوق الوصف في عشرات المواقع الربحيه المجانيه، تشترك بقناه تليجرام، وبما انه نحن على اليوتيوب لا تنسى اذا ما تشترك تشترك اخي الكريم وتفعل زر الجرس تدعمنا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.